مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد في متابعات إلى موضوع آخر نتحدث فيه عن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار. تبنت قرارا دون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأخذت اللجنة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو من السنة الجارية، وذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 والذي أنشئ بموجبه بعثة المينورسو. وأعادت اللجنة كذلك من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وجددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية. وطالبت لجنة 24 أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منها، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها 80. ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. مناقشة هذا الموضوع يلتحق بنا مباشرة عبر الهاتف السيد إبراهيم علي، الصحفي الصحراوي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيدي. مساء النور وشكرا على الاستضافة. سيد إبراهيم علي، بداية ربما كيف يمكن أن نقرأ وأن نفهم أكثر قرار الأمم المتحدة هذا؟ يعني كما هو معلوم هذا القرار يمكن القول أنه رسالة واضحة وكذلك رد واضح على مزاعم المغرب بخصوص الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية المصنفة لدى الأمم المتحدة كقضية كمسألة تصفية الاستعمار، ثم يعني على الحق الغير قابل للتصرف في تقرير مصير الشعب الصحراوي. وهاتين النقطتين يعني مسألة مهمة للغاية، لأن النظام المغربي يحاول مع بعض الأطراف المؤثرة داخل مجلس الأمن وحتى على مستوى الاتحاد الأوروبي ويعني بشكل حتى على مستوى متعدد الأطراف أن يؤثر أو يغير من الطبيعة القانونية للنزاع، أو حتى يعني فرض أمر واقع على الصحراوي وجعله يعني تحت غطاء قانوني ما يسمى بالاعتراف بالسيادة المجموعة على الصحراء الغربية. ولكن هذا القرار يؤكد من جديد على أنه حق صعب صحراء المصير لا يمكن القفز عليه ويجب أن يحترم، ومن جهة أخرى على أن الصحراء الغربية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مغربية أو أن يتم يعني نسبها إلى المغرب أو الاعتراف بسيادة المغرب، لأنها يعني مدرجة تحت هذا البند أو تحت يعني ضمن يعني تحت هذا الإطار القانوني الذي أشير إليه في القرار. أعتقد على أنه يعني مسألة مهمة للغاية أن يأتي هذا القرار في هذا الوقت بالذات، خصوصا ونحن على أنه الآن نحن على مشارف يعني مقربة من جلسة مجلس الأمن المخصصة لبث في مسألة تمديد ولاية المينورسو، وكذلك حتى أنه الرد على يعني المقترح الذي أشار إليه دمشتورة في يعني قدمه المجلس الأمن في الإحاطة التي قدمها الأسبوع الماضي. أعتقد على أنه الكل يعلم على أنه مسألة الصحراء الغربية لا يمكن بأي حال من الأحوال يتم التصرف فيها دون الرجوع أو العودة إلى الشعب الصحراوي، رغم يعني محاولات متعددة للتأثير من أجل يعني إعطاء طابع آخر لهذا النزاع، ولكن الأمم المتحدة واللجنة لجنة تصفية الاستعمار لا تزال مصرة يعني على إدراج هذه القضية ضمن يعني جدول أعمالها، وهي المعنية بتصفية الاستعمار والمسائل السياسية. سيد إبراهيم علي، في نقطة أخرى نلاحظ في هذا البيان أن اللجنة أو الغرفة الرابعة طلبت من اللجنة 24 أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية، بل وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها 80، بل ودعت الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة كذلك أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. فنتساءل هنا عن انعكاسات ورقة طريق هذه التي ضبطتها الغرفة الرابعة على تواجد القضية الصحراوية مستقبلا في أروقة الأمم المتحدة.
نعم، اللجنة الرابعة يعني موقفها دائما هكذا يكون، يعني تعالج المسألة يعني من منظورها الواقعي وكذلك الحقيقي والقانوني. ولكن هذه البنود التي جاءت في هذا القرار يعني تبعث برسالة إلى الأمين العام من أجل يعني تقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول مدى تنفيذ هذا يعني هذه التوصيات، لأنه للأسف تقارير الأمين العام مؤخرا باتت بعيدة كل البعد عن وقائع في الصحراء الغربية، لأنه دائما يعني تأتي على سرد بعض الأحداث الغير مهمة ولكن دون إعطاء إشارات قوية يعني تتموس صلب الموضوع، وهو يعني تطبيق الحل المتفق عليه بين الطرفين والذي يعني تم بموجبه نشر بعثة المينورسو إلى استيطان الصحراء الغربية. الآن يعني بعقب هذا 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 هذه هذا القرار، اعتقد على انه الكره في نصف ملعب المتحده خصوصا الجمعي الامانه العامه لكي يعني تلعب دورها ويعني تؤكد وتشدد على 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 مساله انهاء الاستعمار بالصحراء الغربيه، ويعني ان تقوم بواجبها بالاضافه كذلك الى مجلس الامن الدولي الذي هو المسؤول المباشر عن مساله تنفيذ قراراته، خصوصا القرار 690 الذي تم بموجبه كما قلت نشر بعثة الاستفتاء التي للأسف تم عرقلة عملها دون يعني أن يكشف المجلس عن من المتسبب في تعطيل هذا العمل، وكذلك يعني تحديد مكان من الخلل أو حتى يعني العمل على إرغام الطرف الذي تسبب في عرقلة مسار هذا المسار، إرغامه على الاستجابة لهذا القرار وكذلك للسماح لهذه البعثة بتنظيم الاستفتاء، لأنه هو الحل الوحيد المتفق عليه وهو الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأي شيء غير ذلك فهو مجرد يعني المضي إلى المجهول وكذلك يعني دفع المنطقة إلى 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 أتون حرب وإلى اللا أمن واللا استقرار. جميل جدا سيد علي إبراهيم الصحفي والمحلل السياسي الصحراوي، شكرا لك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة ضيفا في متابعات. مشاهدينا وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة، شكرا لكم أنتم أيضا على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.